آلاف المنكوبين في مناطق شمال غرب سوريا فقدوا عوائلهم، فقدوا منازلهم، فقدوا الكثير في حياتهم. لا زالوا يذكرون تماما تلك اللحظات الصعبة ويتحدثون عنها بألم وبرعب كلما استذكروها. في هذا المنزل كانت تقيم عدة عوائل، قضى منهم من قضى، وبقي منهم من هو على قيد الحياة إما جريحا أو مصاب. ألف الحمد لله على السلامة. الله يسلمكم، الله يسلمكم، الله يحفظكم. هون المبنى اللي كنتوا فيه؟ إيه عدة طوابق. وين الشارع اللي هون كنتوا أنتم؟ في البناء الأول، الأول محلات، والفوق إلي والفوق لأخوي ولأخوي. يعني كنا ثلاث عائلات والحجة. إيه الحمد لله. والله كنا فايقين عم نسحر بدنا نصوم والله كلاتنا. إيه وصارت أول شيء هزة بسيطة. فكنا اعتيادية مثل العادي مثلا. بعدين نتفاجأ إنه قوت. ما لحقنا نطلع. صار البناء ينزل فوقنا. إيه والحمد لله. انطمرنا بالركام. إيه وتوفوا أولاد أخوي وأخوي. وتسعة من عائلتنا توفوا. تسعة. أولادي كمان في عنا كمان إصابات، وزوجتي وزوجة أخوي كلهم يعني كله كسورة والحمد لله على كل حال. والله أنت وين كنت؟ في البيت مع أولادي. حاولنا نطلع ناخذنا، بس والله الله يكثر خير الشباب كلهم والله شالونا، وإجا الدفاع المدني فورا وطالعوني. أنا كنت ميت. طلعوك من تحت الأرض؟ ميت أنا. بس اللي بس على المكان اللي كنت فيه هون والله بالصالون هون عند الحصيرة. هون كنت أنا تقريبا، بس تحت يعني تحت الأنقاض. تحت الركام؟ إي والله. قديش ضليت تحت الأنقاض تقريبا؟ والله شي نص ساعة لازم. إيه شي لازم نص ساعة أكثر شوي. قالوا أنا يعني غايب عن الوعي، بس هيك قالوا لي والله. بس أنا انطمرت وحاولت يعني كنت صاحي، حاولت إنه أشيل من فوقي ما أقدر. شيء كتير ويعني وزن كبير. إيه والله أخوي توفى، أخوي مازن وعنده صبيان توفوا، أخوي محمد توفى هو صبيان وبنتين، وبنت عمي زيرة هون عندك ما توفي. تسع أشخاص يوم القيامة، نفس أهوال يوم القيامة والله. يعني فايقين نحن وهزة وولاد أهوال. بعد ما وقع البيت عليكم شو تصرفت انت؟ تصرفنا والله انا حاولت في حالي انه قوم شيل اولادي، ما قلت لي خلص طلعوا اخواتكم الصغار ونانتكم امي كمان معنا بالبناء وطلعوا. انا خلص وتشاهدت كان السقف فوقك والسقف والحيطان وكل شيء، يعني مأساة. وانا اخر الشهادة ما كملتها من عزو يعني ضغط على نفسي وغبت عن الوعي، وما باري حالي الا اللي سعفوني على مش صحيت. ما كنت صحي وقت اللي صار الشيء؟ لا 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 ما صحيت. ما صحيت الا مشفى ارمناز. الشباب عم بيصحوني والحمد لله. الحمد لله. خبرت انه البقيه استشهد بعد ما صحيت. اسالين وين اخوي؟ يقولوا لي هون ان شاء الله. ما يخبرونا اول شيء، بس بعده صار يقولوا ان هذا توفى وبنت اخوك توفى والحمد لله على كل حال. ايش نعمل؟ كان الخبر ثقيل عليك. والله تسعة والله. الحمد لله على كل حال والله. الحمد لله والله يزين الخير للشباب. والله ما حدا قصر وشعب حي والله. شو اسمك؟ فاخر. أهلين فاخر، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا رب. فاخر شو انت كنت تحت الأنقاض؟ اي والله. احكي لي شو اللي صار. والله لما كنا نايمين ابوي صح النط، جينا وقفنا على باب الدار فوق اخر طابق ما من جوا، جينا لنفتح الباب ما شفنا غير هالرسطوح. بعده شو صار ما باري. غبت عن الوعي؟ لا والله. صرت تحت الأنقاض وطلع رزق. ايه شو تحت الأنقاض يعني احكي لي عن اللحظة هذيك. تميت والله صيبر على حالي، وكانت اجري على الصيانه وعم بتوجع وبتألم تحت، لحتى انا هيك تمت الخلق واجوا لهون. قد ما عيطت لهم صايحت لهم عرفوا وين انا، جابوا ترك صاير يرفع حتى انا طالعوني. كنا كلياتنا جنب بعضنا. كنت صاحي وقت اللي طلعوك؟ ايه كنت صاحي. وباقي اهلك وعائلتك؟ والله في هلا قلت لك اللي توفوا. مين؟ ابوي واخوي واخوي الثاني، وبقينا انا واخوي وامي واختي. تميت شي بيجوا اقل شي بيجوا نص ساعه. تميت تحت لحتى انا طالعوني، انه تعذبوا كتير فوق ابواب سقوفه كان لحتى انا طالعوني. بيح لقيت ياب ابوي اخذتين
واليوم لقيت كمان التورت تياب منه أخدتين. هاو لقيتها منه. وين بتحطن التياب اللي بتكافيهم؟ بحطن عن بيت جدي. هونيك بحطن. ليه تخبيهم؟ بخبيهم. ايه الله يجزيك الخير. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الله يرحمه.